استدعى المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الرجراجي هداف نادي اتحاد جدة السعودي عبد الرزاق حمد الله إلى قائمة أسود الأطلس استعدادا لخوض نهائيات مونديال قطر 2022. ووفقا للإعلام السعودي بصحيفة الرياضية ماجد هود، فإن حمد الله تلقى استدعاء من قبل الرجراجي للانضمام لمعسكر أسود الأطلس المقرر انطلاقه في 13 من نوفمبر المقبل استعدادا للمونديال. ولم ينضم حمد الله لقائمة منتخب المغرب منذ أكثر من 3 أعوام بالرغم من أرقامه التهديفية المميزة في الدوري السعودي بقرار تأديبي من اتحاد الكرة المغربية بسبب مغادرة اللاعب لمعسكر المنتخب بشكل مفاجئ قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر. ويلعب المغرب في نهائيات كأس العالم التي تنطلق في قطر في 20 نوفمبر المقبل في المجموعة السادسة التي تضم كل من بلجيكا، كرواتيا وكندا. ويلعب المغرب في نهائيات كأس العالم التي تنطلق في قطر في 20 نوفمبر المقبل في المجموعة السادسة التي تضم كل من بلجيكا، كرواتيا وكندا. ويأمل أسود الأطلس ببلوغ الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخهم بعد مونديال 1986.